اللقاحات هي عبارة عن، انتبهوا علي، خلي هنا أنا ما دام أكون عندي مكان، هي عبارة عن يا إما جزء، هذا عندنا مثلا هذه بكتيريا عندها بروتينات، يا إما نأخذ أنتيجين من هذه كبكتيريا كمثال أنتيجين، وهذا الأنتيجين نحقنه، أنتيجين نحقنه بالشخص ويولد لنا مناعة، يا إما إذا كانت هذه البكتيريا من نوع اللي تفرز سموم توكسين نأخذ هذا التوكسين ونولد من عنده مناعة نحقنه بالجسم، تمام؟ خلينا نرسم أبرة يعني نحقنه، نحقنه بالجسم ونولد من عنده مناعة، أو قلنا أنتيجين نولد من عنده مناعة، هذا طبعاً، أو نأخذ البكتيريا كاملة، انتبهوا علي، نأخذ البكتيريا كاملة، بكتيريا حية، بكتيريا حية لايف أورغانيزم، نأخذ بكتيريا حية كمثال طبعاً بكتيريا أو فيروس، نأخذ حي قابل إنه يولد مرض لكنه ضعيف، ضعيف، فنحقن الشخص بهذا البكتيريا أو الفيروس الضعيف من نفس السلالة ونولد من عنده مناعة، واضح؟ نولد من عنده مناعة، والطريقة الحديثة الحالية نستخدموها في كورونا كمثال إنه نأخذ المادة الوراثية كمثال RNA الخاص بالفيروس، خاصة إذا يستخدموا الفيروسات حالياً، ونولد من عنده، طبعاً نحقنا بالشخص ونولد من عنده مناعة. فهاي الطرق الآن المستخدمة إني نولد من عندها مناعة. فلذلك تنقسم الفاكسينات إلى عدة أنواع، وهذه التقسيم مهمة جداً، مهمة جداً جداً، اللي هي شنو هاي التقسيمة قدامكم، هاي التقسيمة القديمة وحاط جواها لكم التقسيمة الحديثة أيضاً حتى تستفادوا منها، طبعاً هاي الأوراق راح أنزل لكم إياها على جروب يعني حتى تطلعون عليها وتستفادوا منها. طيب التقسيمة القديمة كانت ثلاث تقسيمات، اللي هي Life Attenuated Vaccine اللي هو نقصد فيروس أو بكتيريا حية قابلة أنه تسوي مرض لكنه شنو؟ لكن هاي البكتيريا مضعفة، مو نفس البكتيريا القوية أو مو نفس الفيروس القوي، تم تضعيفه يا أما صناعيا يا أما أنه جابوا نوعية من هذه الفيروسات شبيهة بها وضعفوها، مثل يا أهم الفاكسينات اللي موجودة بهذه المجموعة BCG اللي هو نستخدمه للتوبركلوسيس، التايفويد الأورال، انتبهوا عندنا أنواع فاكسينات تايفويد أورال لايف أتنيويتد، فراح أشركم على المهمات طبعا تايفويد أورال BCG أورال بوليو، هذا مهم جدا، نوعية الأورال بوليو عندنا هسه احنا عدة أنواع من فاكسين البوليو من فاكسين شلل الأطفال، النوع اللي يقطروه بالفم هذا من نوع Live Attenuated Vaccine، فعندنا النوعين عندنا Oral Polio وعندنا طبعا IV Polio، هسه راح نجي عليه، فالأورال بوليو يكون Live Attenuated، Yellow Fever يعني مو هلقد جايبيها بالأسئلة بس أيضا عرفوها من نوع Live Attenuated، الفيروسات المهمة الثلاثية Measles Rubella ومامس MMR، هذول الـ MMR كلهم Life Attenuated، كلهم فيروسات مضعفة وحية قابلة أنه تصيب الشخص بمرض، Chicken Pox الانفلونزا، الانفلونزا أنواع حاليا سواء أيضا ميتة مو إلا حية، على كل Epidemic Typhus هذول كلهم، وهذا الجدول يحفظ، هذا الجدول يحفظ مهم جدا، فتذكروا أهم اللقاحات من Life Attenuated الميزلز روبيلا مامس أورال بوليو وتايفويد أورال والبي سي جي تبع التوبركولوسيس. طيب نجي على المجموعة الثانية اللي هي inactivated أو killed vaccine، هذه اللي هي عبارة عن نأخذ أنتيجينات يعني نقتل الفيروس أو البكتيريا ونقطع نحول قطع، نأخذ الأنتيجينات المهمة من عندها، هذه ما بيها فيروس حي أو بكتيريا حية، عبارة عن أنتيجينات المهمة من الفيروس حصدناها، يا اما كامل الفيروس مقطع نعطيه او بيوريفايد ان ناخذ مجموعه من الانتيجينات فقط اللي تكون طبعا اكثر دقه وافضل لكن اصعب انتاجا. فالمهم فهذه الانكتيفيتد او الكيل فاكسين عندنا مجموعه مهمه من الفاكسينات بها، من مثل منو؟ مثل السيلك بوليو، هذا اهم واحد بيهم، السيلك بوليو اللي هو IV بوليو، هذا IV parenteral بوليو اللي هو ينطي بالوريد، هذا السيلك بوليو يسموه، هذا يكون نوع كلب
فانتبهوا علي. سيلك بوليو او البرنترال بوليو بالاي في يكون نوع كيلد. اورال بوليو يكون يا نوع اورال بوليو يكون نوع لايف. فهذه اريدكم تميزوها. بعد منو لقاحات مهمه؟ ريبيز داء الكلب، هيباتايتس بي. تمام زين، منو يقول لي الهيباتايتس سي يا نوع؟ هيباتايتس سي يا نوع. يلا اريد اشوفكم نايمين مركزين. هيباتايتس سي يا نوع. عافيه يا احمد، عافيه يا احمد، 100% ما عندنا هيباتايتس سي فاكسين، ولو كان عندنا فاكسين ما كان صارت الاصابات الهائله بالهيباتايتس سي. عافيه عليك. وممكن يجيكم سؤال كروك طبعا انه ليش ماكو عندنا يعني بريفنشن اللي بدات، ليه ما عندنا فاكسين له. فالمهم هيباتايتس اي، هيباتايتس بي، انفلونزا تجي بنوعين. تمام البلايج والبرتوسيس طبعا والمننجايتس، هذول اهم شيء تحفظوها بهذا الجدول. تمام فهذا 100%، بس اهم واحد بيهم قاطبه وينسال بالكروك هو البوليو. تمام وايضا هيباتايتس ايضا تذكروها. فهذا بالنسبه للكيلد فاكسين. طيب عندنا النوعيه الاخيره اللي قلت لكم ناخذ سم من بكتيريا ونحول، لان هي الخطر مو بالبكتيريا نفسها، وهي هاي بكتيريتين ماكو غيرهم بدنا نسوي هذا الشيء لهم، اللي هم منو؟ الدفثيريا والتيتانوس. الدفثيريا والتيتانوس، الدفثيريا والتيتانوس اللي يقتل الشخص مو بكتيريا كورونا بكتيريوم دفثيريا او كلاستريديوم تيتاني، لا اللي يقتل الشخص السم تبع التيتانوس، السم تبع الدفثيريا. فسوينا لقاح ضد هذا السم عباره عن السم مضاعف بنطيل الشخص حتى يولد مناعه، ليه يسموها توكسويد فاكسينز، مثل الدفثيريا ومثل التيتانوس، مثل التيتانوس واضح، مثل الدفثيريا ومثل التيتانوس. طيب هذا بالنسبة للمجاميع الأساسية. طيب من يقول لي سايد إفكتات؟ شنو إحنا من اللايف أتنيويتد هذا ممكن تنسلون عليه، شنو سايد إفكت لإعطاء اللايف أتنيويتد؟ ما هو السايد إفكت لإعطاء اللايف أتنيويتد؟ هل يجوز، يلا خلينا نغير السؤال، هل يجوز إعطاء لايف أتنيويتد لشخص إميونو ديفيشنت؟ آها عافية يا عمر، عافية إنفكشن، هذا ما يصير ننطي في حالة الإميونو deficiency. ليش؟ لان هذه فيروسات حيه مو او بكتيريات حيه، وايضا ممنوع قسم من عدد مو كله بس اغلبها يعني او قسم من عدد ممنوع تنطي في البريجننت حوامل مثل الميزلز والروبيلا المامب، لانه راح تسوي لك ايش؟ اصابه بالطفل، ممكن تؤدي الى تشوهات جنينيه. فهذه طبعا ما يصير ننطيها بالبريجننسي، وايضا بالاميونو ديفيشنسي ما يصير ننطيها. طيب لعد الانكتيفيتد كيلد فاكسين والتوكسويد ذولا من شنو نخاف؟ هذولا ما عندنا بكتيريا حي او فيروس حي، طب شنو المشكله؟ تقدر تنطيهم الابيونو ديفيشنت؟ نعم تقدر تنطيهم. تقدر تنطيهم المراه حامل؟ نعم تقدر تنطيهم. طب ليش نخاف؟ ليش مرات ما ننطيهم؟ عد منو ما ننطيهم؟ هذولا شيء يسوون ممكن لك كونهم بروتينات مرات مصفايه ومرات غير مصفايه، شنو ممكن تسوي لك؟ شنو الخطوره بيها يعني؟ انفكشن؟ لا طبعا. يلا فكروا، ولا واحد. الارجيك؟ عافيه، الارجيك رياكشن، الارجيك الارجيك رياكشن، وممكن تؤدي لك الى انافيلاكتيك شوك، وبذاك الحال لازم ننطي ادرينالين للشخص حتى لا يموت، لان ممكن تؤدي لك الى انافيلاكتيك شوك هذه اللقاحات. فإذا شخص عنده حساسية سابقة من هذه اللقاحات ممنوع تنطي له إياها. فهذولا بالنسبة لمجموعة اللقاحات. التايب اوف فاكسين نفس الفكرة اللي قلتها قبل شوية، عندنا الانكتيفيتد الانتيجين وعندنا بروفايد، هذا طبعا الجدول الحديث له. البروفايد انتيجين يسموه اسيلولار برتوسيس، اللي هو قاموا يستخلصوه بشكل اكثر منقى، قبل كان هول سيل برتوسيس، اللي هول سيل برتوسيس هذا القديم قبل 1995 كانوا يستخدمون هول سيل برتوسيس. بعد سنة 95 المواليد الملقحة بعد سنة 95 أغلبهم يأخذون أسيلولار برتوسيس اللي هو يكون أكثر منقى، وهذا يعني طبعاً، وطبعاً هذا الـ RNA هسه حالياً دا نستخدمه لكوفيد لكورونا يعني فيروس، وخليت لكم جدول لكورونا أيضاً تستفادون من عنده لأن أخاف يسألوكم على لقاحات كورونا هذه السنة. أوكسفورد يكون فيرال فيكتر يعني من نوع اللايف أتنيويتد،
موديرنا يكون RNA، فايزر يكون RNA، واللقاح الروسي يكون فيرال فاكتور يعني لايف اتنيويتد. هذا اللي تفهموه بالموضوع. طبعا هذا طلعوا على جدول تستفادون من عنده.